السلام عليكم. سأتكلم عن شخصية ألهمتني كثيراً، شخصية عبقرية لحد الجنون، رسام ونحات وممثل أفلام وسيناريست، يتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. من أبرز أعماله لوحة إصرار الذاكرة، والتي هي معروضة الآن في متحف الفن الحديث نيويورك. أما عن اسمه الكامل فهو سلفادور فيلبي خاذينتو. أما عن ولادته فقد ولد في 11 من مايو 1904 في مقاطعة جيرونا في إسبانيا. لقد عاش سلفادور دالي مرفها في أسرة ثرية، وكان والداه يوفران له كل شيء، ولقد كان يعرف بالسلوك الطائش، فقد دفع صديقه من حافة عالية كادت تقتله أو تعذيب هيرا حتى الموت. ولقد كان يجد في تلك الأعمال متعة كبيرة كالتي كان يشعر بها حين يرمي نفسه من أعلى السلالم أمام الآخرين ويتدحرج عليها. لقد كان يقول: كنت دوما في نظر والدي نصف شخص أو بديل، وكانت روحي تعتصر ألما. ساهم رامون أحد جيران عائلة دالي بدخوله إلى عالم الرسم، ففي 7 من عمره رسم دالي أولى لوحاته، واستطاع في مدرسته أن يلفت الأنظار إلى فنه الذي تنبأ له بمستقبل واعد، مما دفع عائلته إلى دخوله أكاديمية الفنون الجميلة في سان فرناندو في مدريد. كانت أولى أيامه في الجامعة مبتعدا عن الجميع، ولقد كان طالب نموذجي جدا. لقد كان دالي في كل يوم أحد يذهب إلى متحف الرسوم ليقضي ساعات طويلة يشاهد لوحات الرسامين الكبار، وعندما يعود يرسم رسوما تكعيبية عن ما شاهده. ومن خلال هذا الشيء تعرف دالي على الفن التكعيبي، لكنه استبدل ألوان قوس قزح بالألوان الداكنة مثل الزيتوني والأسود والرمادي والبني، فجاءت لوحاته حزينة إلى حد كبير. بدأ دالي يرتاد المقاهي الفنية ويشارك في النقاشات الثورية، حتى إنه طرد من جامعته بعد أن دافع عن أحد أساتذته اليساريين، وهذا ما أدى إلى غضب الإدارة في الأكاديمية، وبعدها عاد إلى كتالونيا، وهناك ألقي القبض عليه بسبب أفكاره الثورية، وهناك ظل في السجن لمدة شهر، وبعدها أطلق سراحه لعدم وجود أدلة ضده تثبت اشتراكه في الرأي العام ضد الحاكم الملكي المستبد في إسبانيا. تعرف دالي على الشاعر والطبيب النفسي أندريه بريتون، والذي نظم في عام 1904 البيان الأول، والذي يعتبر الرسالة التأسيسية السريالية. ومصطلح السريالية يعني ما فوق الواقعية. السريالية هي مذهب فني وفكري وأدبي أراد أن يتحلل من واقع الحياة الواعية، زعم أن فوق هذا الواقع واقع آخر أكثر اتساعا، وهو واقع لا شعور أو اللاواعي، واقع مكبوت داخل النفس البشرية، ويجب تحريره وإطلاقه من خلال الفن والأدب. وتسعى السريالية إلى إدخال مضامين غير مستقاة من الواقع التقليدي، وتستمد هذه المضامين من أحلام اليقظة أو المنام. هكذا تعتبر السريالية اتجاها يهدف إلى إبراز التناقض في حياتنا. تعتبر لوحة إصرار الذاكرة من أشهر لوحات دالي على الإطلاق، فهي تصور لنا الساعات الذائبة والمتعرج التي تستقر في منظر طبيعي بشكل مخيف. وعام 1928 كتب في باريس سيناريو كلب أندلسي، الذي أخرجه المخرج الإسباني كريس بونويل، ولقد كان الفيلم طوله 17 دقيقة، وهو مزيج حلم غريب، حيث من يشاهده لا يجد له تفسيرا عقلانيا. وفي عام 1930 كان الفيلم الثاني لدالي اسمه العصر الذهبي، وكالعادة لم يجد له أحد تفسيرا عقلانيا.
في عام 1964 أصدر دالي كتاب اسمه يوميات عبقري، ولقد كان مأخوذ من يومياته، فهو يغطي الفترة من عام 1953 إلى عام 1963، ويشكل الكتاب تكملة لسيرته الذاتية التي أصدرت بعنوان الحياة السرية لسلفادور دالي، الذي يعتبر من أكثر كتب دالي إثارة. والآن سنتحدث قليلا عن وفاته. في عام 1984 احترق دالي في غرفته ضمن ظروف مريبة، كانت محاولة لانتحار، لكنه لم يمت وعاش 5 سنين تالية. لكن في 23 يناير عام 1989 توفي تاركا علامة استفهام كبيرة حول إرثه، وهذه هي أشهر لوحاته المعروفة باسم إصرار الذاكرة، والتي تخلط الفوضى بالإبداع، والتي تظهر عدة ساعات متعرجة وسط أرض صحراوية، وأيضا ظاهرة النمل الذي يلتهم الساعة، وكل هذه الرموز تدل على شيء. مثال على ذلك النمل الذي يلتهم الساعة، فهو يدل على دفن الإنسان بعد موته والتهام النمل جسده. أما عن الساعات المتعرجة فهي ترمز إلى الوقت الغير منتظم الذي يمر ولا نشعر به أثناء النوم، ويعتقد الباحثون أن الساعات الذائبة ترمز إلى النظرية النسبية التابعة لإينشتاين. الزمن شيء نسبي ومعقد وغير ثابت، ليس من السهل تتبعه بأجهزة بدائية كالساعة. يستخدم سلفادور دالي السخرية في لوحاته ليضيف معنى أكثر غموضاً للوحة، فهو يعتبر هذا الشيء أساسي في الفن السريالي. مثال على ذلك النمل على الساعة الحمراء والطبيعة الزائلة لطريقتنا الاعتباطية في تتبع الوقت، ولا يمكننا أن نجد التأويل الحقيقي والتحليل لهذه اللوحة الذي قصده دالي في لوحته، إلا أنه من المرجح دالي نفسه قد طور درجات الاختلاف التاريخي والفني والاجتماعي الذي يرمز له في لوحته. فعلى الأرجح المعنى الحقيقي للوحة إصرار الذاكرة مجموع من هذه المعاني. وبرأيكم ما هو المعنى الحقيقي للوحة إصرار الذاكرة؟